بتاعنا يا علي، بتاعنا يا علي، بتاعنا بتاعنا. الكرسي ده بتاعنا علي. لا بتاعنا علي، وانا ممكن اثبت لك دلوقتي انه بتاعنا. الكرسي ده اللي هو ده ولا ده؟ ده بتاعنا اهو. لا ده بتاعنا ده، وانا اثبت لك. وانت اثبت لي ازاي؟ لف كده. انا روايه محترمه، عيب. ده دماغك راحت فين؟ قصدي لف لف عشان اثبت لك. انا لف؟ اه. طب معاك بفرق؟ يا علي لف مش رول. اه لف انا اهو. انت لف. اه احمدك يا رب، انكشفت الحقيقه. شفت يا استاذ؟ انت بنطلونك سليم يا استاذ، وانا بنطلوني مقطوع اهو. تا 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 تا. دمتش دمتش. ايوه وصلت لدمتش يا علي. ايوه وصلت. طب ويعني ايه اللي قطع البنطلون؟ الكرسي ده يا استاذ فيه مسمار اهو، وانا اللي دقه تخليدا لذكرى صديقي سليمان الحلبي. لا الكرسي ده المسمار طلع فيه طبيعي، وانا ممكن اثبت لك. طب اثبت لي. طب لف لف وانت مغمض عينيك، عشان انا بدل الكراسي وانت مش هتعرفهم من بعضيهم، فتعرف ان الكرسي ده مش هو الكرسي ده. طيب يا سيدي، بس انا علي البنطلون مقطوع، مش هينفع اغمض. غمض عينيك وانا بقول لك غمض البنطلون. اه ماشي، بدلهم يا سيدي اهو. اهو فين بقى الكرسي بتاعك؟ ما هو قال هيبدلهم، انا اختار التاني طبعا. اهو الكرسي بتاعي اهو. ظهرت الحقيقه، انا ما بدلتهمش يا راجل يا اهبل يا اهبل يا راجل يا اهبل يا عبيط. الله يسامحك. ايه ده؟ إيه؟ حادثة علي. اه حادثة. ياه ده انا من زمان قوي علي ما شفتش حادثة خالص، عارف من ايام حادثة دونشواي. يا نهار ابيض، بتاعت الزعيم مصطفى كامل؟ اه، اما الزعيم مصطفى كامل وقف في وسط الميدان وقال تسلم الايادي، كان هو والزعيم ابوسي، فاكر؟ اه كانوا هما الاثنين بيغنوا. اه وكان معاهم الزعيم مين التالت؟ هشام عباس. اه يعني انت رايك يا ست هاني ان الباديكير الموف يمشي مع البادي الكارينا الاصفر؟ اصل انا قلبي اتفتح لك وعايزك اقول لك. احكي لي من الاول حادثه. ولا حاجه، انا كنت بتكلم في التليفون وماشيه وفجاه لقيت قدامي العربيه دي وخبطنا في بعض. ما شفتيهوشي؟ لا ما يستاهلوشي. ما هو انا كنت بتكلم في التليفون. مؤاخذة يا استاذة، يعني انا اسف، يعني حضرتك انت اصلا داخلة شارع معفن. ده شارعنا شارع معفن، وبعدين اصلا يا استاذة الشارع ده اصلا وان واي. طب وايه المشكلة دي؟ حرية شخصية. ما خلاص يا عم هشام هتصدعنا. المصحف مقصدي اقسم بالله، والله العظيم مقصدي، انا بس بفهمها والمصحف ان هو وان واي، اقسم بالله. هو بيتكلم صح، الشارع ما تجيبي بوسة يا هاني. اتلم يا مخيمر. حاضر اتلميت. طب ما تكلمي اهلك على الموبايل. ايوه انا عايزه اكلم مامي وبابي، يعني عايزه اقول لهم اللي حصل في الحادثه، بس انا عايزه الموبايل بتاعي. ما تشوفيه فين الموبايل؟ شوفيه فين؟ فين؟ مش لاقيه الموبايل. ايه مش لاقيه الموبايل؟ ليكون اتسرق. موبايل اتسرق؟ يا ابيض. موبايل بتاعهم اتسرق. فاكر الموبايل بتاعك يا علي لما اتسرق؟ لا موبايلك انت اللي اتسرق يا علي. لا موبايلك انت يا علي اللي اتسرق، انا فاكر. لا والله موبايلك انت، انا موبايلي في جيبي اهو. ده موبايل انا اللي في جيبك اهو. موبايلك انت ازاي في جيبي بقى؟ اهو اهو بص، مكتوب عليها اهو انا نمرتي، ومكتوب عليها انا. اه ده متسجل انا. اه انا. لو ده موبايلك كان هيبقى مكتوب انت. ده موبايل انا، موبايلك اتسرق يا راجل يا اهبل يا اهبل. ده موبايل اهو، لو حد عايز موبايل الموبايل موجود اهو. بس بس بس، الموبايل طالما اتسرق يبقى نتفتش. اه احنا فعلا كلنا نتفتش، وعم علي وعلي هو كمان هيتفتش. ايه ده؟ لا بص انا ما اتفشتش. لا يا علي انا اللي ما بتفتش. انا اللي ما بتفشتش. لا انا ما بتفتش، وانت اتفتشت زمان لما كنا بنجيب البتاع. ايه ده؟
ايه ده؟ ايه علي اللي عملته ده يا علي؟ ايه علي في ايه؟ انا مالك يا علي، انت ما عندكش قلب يا اخي. ايه اللي حصل؟ كده علي، كده علي خلصت التودو. يا علي ما انا كنت جعان يا علي. وانا قلت لك اللي بحبه. اقعد اقعد. احنا لازم كلنا نتفتش، اكيد اكيد وسط الحادثه واحد لقطه كده ولا كده. احترمي نفسك يا ست انت، انت بتتكلمي ازاي؟ ده انت مربى واب. خد خد هزك فيا، كله بيهزك. بص مراتك بتقول ايه؟ شفت شمتت فينا عبده كاستور ده؟ استاذ عبده، احترم نفسك يا ولد، انت مربى واب. اقسم برب العزه وعز الجليل الله، في نص ساعه لو ما طلعت الموبايل ده لاجيب لك وشك ست قطع. في حدا يا مخمر؟ لا مفيش مفيش، ده انا بس كنت عايزه يعلمني ازاي احول زبده الجاموسه جبنه مثلثات. هتقول لها في مفيش حاجه يا عم، اروح اشوف الموبايل. روح رايق. انا ميرسي 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 بجد، انت فعلا حد رجالي قوي. الله يخليك. استاذ صح، انا حد رجالي اهو، في مني بني برباط. لا انا قصدي ان انت جد قوي. لا استاذ انا جد بس خاطر العالم دي ما تاخدش عليا، انما انا مع النسوان عاسم. اقول لك نكت، بقول لك مره واحده سعيديه. ما خلاص يا عم هشام. طب اقولها لك اما تمشي بقى. عارفه يا مازمازيل، انا ربنا اداني كل حاجه الا رقم تليفونك. الا قولي لي يا ست هانم، هو حضرتك كنت رايحه شغل دلوقتي؟ لا انا كنت مروحه. نعم مروحه البيت الساعه 7 الصبح. سبعة الصبح مروحة؟ سبعة الصبح يا علي، مش بتشتغل ايه دي؟ أكيد ما دام مروحة سبعة الصبح تبقى أكيد ممرضة. ليه بس كده يا علي تسيء الظن بالناس؟ ما ممكن تكون شغالة رقاصة يعني. والله ممكن، ممكن مثلا تكون رقاصة وبتدي حقن؟ ممكن يا علي ممكن. اصل انا كنت سهرانة عند مهند. في الشقة ولا في المسلسل؟ طب كلمني بعدين بقى. لا انا كنت سهرانة عند مهند في شقته. ودي في الحلقة كام؟ اقسم بالله اكسر الموبايل، اقسم بالله. على فكرة مهند ده يبقى ابن عمتي. قولي والمصحف. بس 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 بس، لقيت الموبايل. الحمد لله يا هانم، فلوسك حرام. امسك يا هانم، واحد اثنين ثلاثة. بسم الله ما شاء الله، حيدك مرزاقة قوي. ضاع واحد جه ثلاثة. طب ده كده مش هيتصل. ليه ناقص حتي؟ تعالي تعالي يا بنت اتصلي من عندي انا، من هنا الدقيقة بخمسة جنيه. لا تعالي اتصلي من عندي والدقيقة بأربعة جنيه. ايه ده يا علي؟ طب عليا بقى الدقيقة بخمسة جنيه. طب عليا أنا بثلاثة جنيه. طب بالعند فيك يا علي بقى، اديها بخمسة جنيه. طب اديها ببلاش وتعالي وخدي 10 جنيه. حرام عليك يا عم علي وعلي الاستغلال ده هو، ده وليه لسه طالعة من وسط الحادثة. خلاص بقى يا جدعان، خلاص أنا هحلها يا جدعان. خد أختي كلمهم من عندي، كلم أمك بقى تجيب ونش وترفع العربيتين دول عشان أشوف أكل عيش، وحددي لي معاها ميعاد. بقول لك إيه يا أختي؟ أنت بتؤمني بالحب من أول حادثة؟ بص اصل انا مش حافظه رقم مامي. مش حافظه رقم امك الا عشان الباقه بقى؟ حافظه انا حافظ رقم امك. تعالي تعالي. ما دي امها اللي هي ام هناء، عارفها؟ لا دي امها ام شيرين يا علي. يا عم ام هناء وانا مسجل نمرتها عندي في الاجنده بتاعتي. لا يا علي انا مسجل نمرتها ام شيرين في الاجنده بتاعتي. ام هناء يا عم تعالى اوريك الاجنده وانت تتاكد بنفسك. وريني يا سيدي. تعالى تعالى. انا مش حافظه رقم مامي لان انا كنت مسجلاه على الموبايل. ما انت غريبه يا ست هاني، محد يسجل رقم امه على الموبايل.
متروما. ايه يا عم؟ هو ده بقى بيتك بقى اللي انت بتطلع عينين عليه من الصبح؟ عمار يابا. ايوه يا دو، هو ده البيت بتاعي يا. انت اسمك ايه؟ انا اسمي اللول. اسمك اللو؟ ايوه. اسمك اللو؟ هات يا عم حساب التوك توك. ايه دي؟ دي التك توك. تك توك؟ التك توك. انت فلاح؟ لا ده شيفروليه. دي شيفروليه؟ ايوه. ازاي يا ده الشيفروليه كبيره؟ مش في سامسونج كبير؟ وفي سامسونج صغير؟ دي شيفروليه الصغيره. دي سمارت يعني؟ ايوه. يا ولاد الذين، عاملينها صغيره عشان الزحمه؟ طبعا. عبار يا ما. اسمها مصر يا ابني، مصر. ده انتوا عالم فاضيه بقى، ما وراكوش شغل تقعدوا تقولوا مصر مصر، انما احنا بناكل نص الكلام. يعني احنا مثلا نقول يا حما يا محمد خو. فين يا ابني حرف الدال يا ابني؟ يا دي افهم يا، ما احنا نقول يا حما وفي الدالة فلع على الجوطة شوف اكل عيش. يا سلام. امال انت اسمك ايه؟ محمود. اشمعنى دي قلت فيها الدال؟ يا دي افهم يا، ما انت عشان قريب مني، انت عارف انت لو بعيد شويه هتقول لي يا محمود. صدق انت عيل عاه. انا عيل عاه؟ طب لو راجل كملها عبيط. انا عبيط؟ واهبل وهتتلف بالجسمه. مات. طب اقول لك امشي من هنا يا بدل مقلبك زعاف. طب تمسك شعري؟ امسك شعري ربنا انا اضربك. ايه ده؟ انت بتضربني؟ ايوه اضربك. انا مش هضرب، انا هاذيك في اكل عيشه. لا اهو. لا اهو اضرب كمان وكمان، هطلع لك في كل مكان. بس 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 خد خد. تعال تعال يا اسطى دباني، تعال تعال يا اسطى يا اسطى تعال. استنى. ايه مش عارف تسوق؟ تعال يا اسطى، هتضيع وقت. يلا يلا يا حبيبي، يلا يلا يلا. انا مكتوب لي، مكتوب لي الشقه معاك يا حبيبي. يلا يلا. كبرت في امها. بس 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 ماشي يا اولاد اللذين. يلا يلا اوعى اكو تحكت يا. يلا يا حبيبي استنى يا. يلا هتحكت يا. ايه ناقصين تعب احنا وفرهض على الصوت؟ اجي خد يا حبيبي تعال. ايه ايه ده؟ ما بجيت. ايه الطفل السمج ده؟ اهدى يا. ماشي ماشي. ايه اللي مهما معزه واقفه قدامي؟ ماشي ماشي. ايه ماشي. انت طيب يا دم خمر انت يا. الله يخليك. طيب والله، بس انا نفسي افهم حاجه. اني وانا طالع وانا نازل بلاقيك قاعد تحت على دكه، انت شغال ايه؟ اني المهندس اللي باني العماره دي. ماشي جدع يا. انت بقى اللي عندي بقالك شهر طالع نازل، الناس تقول لك يا بروفيسير يا حلال المشاكل، وكل اللي اعرفه عنك انك جوز بكيها، انما انت شغال ايه؟ سرماطي. جزماجي يعني؟ اه. طب انزل يا جزمه امسح رجلي. انا امسح رجلك انت عبيط؟ ايه دي؟ دي رجلي. دي رجلك؟ امال دي ايه؟ عليا النعمه رجلك انضف من وشك. ايه دي بتضربني على قفايا؟ ايه ده؟ ده قفاك؟ اه. امال دي ايه؟ لا ليا في القفشات السريعه. عمار يا ما. عمار يا ايه؟ يا ما. لا قول يا مصر بدل امن الدوله ما يخليك تكملي. مش احنا مش في وقت ضحك ده. ماشي. إيه انت يا هشام بتسرق ايه يا هشام؟ واد يا هشام انت عبيط، انت هتعمل لنا فيها هشام الحرامي يا. اما مش هنقول
انت اصلا شو رمادي اصلا ما تعرف تعمل حاجه. بس هو ده هشام اللي بتشتمه مش ده اللي عم تمدح فيه. انا هشتمه بمزاجي بس هو في الحل وفي المشاكل بيحل. خلي بالك انا صدرته في 5 مشاكل حلهم لي. ده يحل مشاكل؟ ده بيقول نص الكلام. يا عم انا بدخله في نص المشكله. طب بص يا عم البروفيسير، قول يا. احنا عندنا مشكل دلوقتي. قولها. في عربيتين طقشوا ببعض قفلوا لنا باب العماره. ونجم الحادثه دي الست الاموره دي. بس انت ايه رايك في المشكل دي؟ بص رايي بكل بساطه يا محدش خد باله ان العربيه الثانيه ممكن يكون راكبها بني ادم مثلا مش جن. انت بتتكلم في انا قلت لك ده اول دفعته محو اميه ما حسدتنيش. ايوه بيتكلم صح. تعال نشوف. تعال نشوف ياد بسرعه. يا داهيه ايه ده؟ يلا بينا يا جدعان، يلا بينا. ده مغمى عليه، ده اوفر دوز، شكله شرب ياما قوي. لا يكون مات، شكله مات. والله ما قتلتوش، عملتش حاجه. انت عبيط يا ما، يمكن عايش. صح يمكن عايش، امال ايه المشاعر الفياضه دي؟ لا لا هو اكيد عايش لان انا شفت صدره طالع نار. لا يبقى بيلعب ضغط، عايش عايش. يبقى بكره عنده بطن. خد تعالى يا ابني، تعالى هنا يا. تعالى. عايز ايه يا عم؟ تعالى هنا يا، يلا روح انده الاسعاف. طب ما انتصر بيهم بدل المشوره وغلاوه امك يا استاذ. يا دول في الشارع اللي ورانا يا. متضايق ولا؟ طب اقول لك خد شريط الترامادول ده ياثر عليك المشوار. احلى مسا عليك يا استاذ، في ثواني الاسعاف تكون عندك. يلا احلى مسا يا استاذ. ماشي. بقول لك ما تخليني اعمل اي حاجه واديني شريط عمرو دياب الجديد. شفت الايام؟ لا والله انا سمعت، اللي يسمع غير اللي يشوف. طب اقول لك على حاجه، خد دي طلعها الفاكهه فوق. يا سلام عز الطلب، جاي لك يا فاكهه. كده كله مشي، ما فضلش غير البت بهانه دي. امشيها ازاي يا مشاه بهانه؟ ايوه. تعالي 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 يا بهانه بسرعه يا بيه، تعالي. نعم. روح هاتي شاي مليجي اللي بيروح ويجي. عندي دو. عندك دو؟ بتعجزيني. طب روح هاتي حشيش افغاني. عندي دو. افغاني؟ ايوه. معايش بفره. عندي دو. انت فاتحه تلاب؟ اعمل لك ايه؟ ايه يا بنت في ايه؟ طب اقول لك على حاجه. ايه؟ عارفه جوزك مخمر ده؟ ايوه. بيخونك. مخمر بيخوني؟ مع مين؟ مع مراتي. وانت عارف؟ ما الاتنين زومبي اصلا ما يتخافش منهم. اني هعمل لهم ايه؟ يعني مفيش في قلبك نحراره يا بيه؟ اهديه. ايه؟ اهدي يا بيه، ما خدتيش بالك من الجرح العميق دي؟ ده جرح عميق؟ جرح عميق، ده عايز شاش وقطن ومخرخروه. ده؟ ومش بعيد كمان نسفرها تتعالج في لندن. يلا يا بنت روحي بسرعه، روحي شاش وقطن ومخرخروه. مين هيحاسبني؟ انا هحاسبك يا ماشي. عندي دو. اهدي. اهلا وسهلا، اهلا بيكي. اهلا بيك. اهلا اهلا، لا حول ولا قوه الا بالله. اسم حضرتك ايه؟ انا فاطمه كردي. محمود الجحش. عندي غيط قصب ومعزتين وجاكيت شتوي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. طب بقول لك ايه؟ انت شكلك بنت ناس يعني وطيبه، انت ايه اللي خلاك تخشي شارعنا عكسي وتعملي حادثه؟ بصراحه؟ انا كنت بكلم في الموبايل. وبعدين كنت بكلم واحده صاحبتي. وهي كان عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه. فبعدين قالوا لي يا فاطمة. أيوة. طفي معانا الشمع يا فاطمة. اسمعي كلامهم يا فاطمة. لسه هاهو. ايوه. العربية ولعت. حرام عليك، أنا لسه ولد ما تفتحش عينيا. طب بقول لك إيه يا فاطمة؟ إيه؟ واللي يحل لك الموضوع ده يعني تعملي له إيه؟ هعمل له كل اللي هو عاوزه. كل اللي هو عاوزه؟ كله. طب أقول لك عيد الحادثة تاني بس آخد دفعة. أنا كنت بتكلم في التليفون. كنت بكلم واحدة صاحبتي. أيوه. كان عيد ميلادها. كل سنة وهي طيبة. وبعدين قالوا لي يا فاطمة. أيوه. ما تطفي معانا الشمعة يا فاطمة. أيوه. لسه هاهو في العربية ولعت. عمار يا ما. طب بقول لك إيه يا بت يا فاطمة؟ أنت دخلت قلبي على فكرة. ثانية واحدة. كده يبقى دخلت الشارع صح. ودخلت قال ميرسي قوي، ربنا يخليك. عمار يا ما. الحد هي يا استاذ محمود، القطن والشاش والمكركرو. ايه يا بنت كل ده؟ يا بنت كبرت الموضوع. اقول لك على حاجه، بتتمسح بالايد عادي اهي. وده اعمل فيه ايه؟ دخل ايه دو. استاذ محمود انا روحت للاسعاف، قالوا لي مش ولا من هنا ولا غرفه ده، احنا رايحين مشوار مع المطافي.
بذمتك انت رحت الاسعاف؟ لا انا وصلت لغايه رمسيس وما قدرتش اكمل. جدع يا جدع يا استاذ محمود يا استاذ محمود. تعال يا مخيمر تعال. وديت الاكل لمرتك والاربع رجاله اللي عندي اخذوه. ربنا يسترها على الاربع رجاله دول، والله بترعب من فاكهه دي. صح عندك حق. ايه ده يا ده الراجل اللي في العربيه الثانيه بسرعه يا لهوي. يلا بينا يلا. يلا بينا يلا 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 يا حبيبي يلا 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 يلا. ايه ده؟ ده جاي يعمل حادثه ولا يعمل كليب ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده يا باشا؟ ايه النشاط المفاجئ اللي الواحد فيه ده؟ ايه ده؟ حاسس بنشاط؟ اه والله العظيم انا حاسس ان وزنك زاد بعد الحادثه. ايه ده؟ حادثه؟ اه العربيه يا نهار اسود. الله يخرب بيت. ايه ده يا؟ انت كنت راكب ده؟ انا كنت راكب عربيه انما دي بقت بوستر. تعالى تعالى اهدى اهدى اهدى. معلش لا حول ولا قوه الا بالله. معلش كويس انها جت في الصاج. ما انا معيش فلوس اجيب عربيه تاني. معلش انت على لا حول ولا قوه لا اله الا الله. انت لو حابب تنام حبه انا يا طب ما حدش يهمدني. ماشي ما حدش يهمدني. ايوه عشان عربيت يا. لا انا عارف الحركات دي كويس. ده انا بهديك يا حبيبي. طب يا جدعان ما حدش يزرزروا بقى يا جدعان. ها ما حدش يزرزروا فيها يا باشا. فيها رايق عادي كله في الشنيش. اهم حاجه الصحه. فيه ايه؟ ايه ده الواد ده طيب قوي. الله يبارك لك. انت ايه الطيبه اللي انت فيها دي؟ الله يبارك لك يا استاذ. هياكلوك. ما تقلق انشف. حاضر. بص شنبه عامل ازاي؟ ما بيرحمش ده والله العظيم. خلاص انشف كده. اهدى بس اهدى. انت مالك فيه ايه؟ اهدى ايه؟ انا متصاب في عربيه يا جدعان. طب تعالى تعالى متصاب في عربيه. طب اعمل ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده ما تحطش في دماغك خالص يا رب يا رب. محدش يهمد. تمام ينعل على ابو شكلك في الارض. يا تحدي كلمك يا. انا فاهم الحركات دي. فاهم الحركات اهو ايه اهو. تمام عشان بعرف اعمل الشغل ده كويس. طب يا جدعان بعد اذنكم ما حدش يزرزروا يا جدعان. باشا في ايه يابا؟ في ايه؟ نص رغيف كده ايه ويبقى عيش وتمول. ليه؟ عشان يبقى عيش وتمول بينا وبين بعضينا يا عم. في ايه؟ وعيشك وتمولك ما قادر اكل حاجه. انا مخي ساح والله العظيم من الحادثه دي اقسم بالله. يا عم اهدى حرام عليك. في ايه؟ اهدى ايه؟ ما انا مخبوط في عربيه. اعمل لكم ايه؟ في ايه؟ ايه يا عم؟ ما لازم تعمل حادثه. مش راكب عربيه وانت لابس الخوذه. ايه؟ عمال يفرهدنا ومسكتين. حرام عليك جنداوي يا مفتري. يا عم يستاهل. ده انت مفتري. ايه عمال يعمل لي كده؟ وبعدين بتضرب في الفاضيه. طب اضرب في المليان. والله العظيم ده وجعتني انا. خلاص معلش 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 بس اهدى. معلش يا حبيبي. ايه ده عشان مش ناقصين فرهد. والله يا عم بجد. لا حسابنا بعد العرض. معلش جت جامده. ايه لا تمام والله متى. ايه ايه يا عم ايه يا عم يا ابني ايه ايه يا ابا ايه ده انت بتفتري عليا انا بس؟ ما هو رزعك بتاع انت بس بتاع مين اللي كان سايق العربيه دي؟ الزفته دي الزفته دي. هيبتدوا البوفيه دلوقتي؟ تفتكر يعني هيفتحوا البوفيه بدري كده النهارده؟ غريبه والله العظيم. انت كنت شاربه يا بنت عشان تعملي حادثه زي دي؟ احترم نفسك واتكلم عدل يا جماعه. بليز حد يطلب البوليس. لا لا بس بس خلاص. في ايه؟ مفيش رجاله في المنطقه ولا؟ تعالى يلا هنا. تعالى واهدى كده. وانت بصي طلعها عند الست فاكهه يا بهان. وديها فين؟ وديها عند فاكهه وامرنا الى الله. ماشي يلا بسرعه. تعالي يا اختي.
بس تعالى ريح انت يا باشا، تعالى ريح. مش قادر يا جماعه. اتفضل اتفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. اهدى اهدى اتفضل في الكرسي اهو. انت كده بتوسخه يا متخلف. معلش معلش. وحشني والله. اهدى اتفضل. عامل ايه؟ وجعتك جامد؟ الحمد لله. استغفر الله العظيم يا رب بكل ذنب عظيم. كل يوم الميه تقطع، كل يوم الميه تقطع، دي حاجه يا جدع تجن الجن وتعفرت العفاريت وتحنكش الحنكيش. والله كذب اللي انت بتقوله. ايه الكلام ده؟ ما انا عايز اقول لك اهو. انا عايز دلوقتي اروح الكوبانيه الميه عشان ابلغ، عايز احلق دقني وعايز استحمى وعايز اروح الشغل. خلاص روح الكوبانيه وهم يحلوها. ما انا يا ابني بقالي 7 سنين ما استحميتش، حرام عليهم. معلش روح وهم مفتريين هيحلها لك ان شاء الله. متاكد؟ ان شاء الله. انا رايح اهو. روح. عم شكشك. ايوه. الست عم تقول لك الميه ده. المايه جت، المايه جت، احتكم الامر وهستحب، هستحب، مين الراجل اللي عامل دجله الصابون ده؟ معلش معلش. عايز ايه الراجل ده؟ احنا عندنا شويه متخلفين في الحاره عشان الفرايتي يعني. ايوه ايه ده يا جدعان؟ انت ايه اللي خلاك تيجي تعمل حادثه هنا؟ الحادثه صح، العربيه يا جدعان، العربيه. ده مجنون يا ابني. ايه يا ابني؟ اهدى بس اهدى، انا نفسي افهم حاجه واحده بس. انت ايه اللي دخلك شارعنا عكس الاتجاه؟ عكس الاتجاه. انتظرونا يوميا على قناه الحياه الساعه 7. ايه يا ابني وانا جاي مع منى الشاذلي يا ابني؟ في ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا عمري ما امشي غلط يا حبيبي، انا عارف ان انا ماشي صح. واديك غلاه. اديني ايه؟ غلاه. انت لابس جزمه حمراء؟ انت فلاح يلا صح؟ وفيها ايه؟ ما الفلاح صديق الانسان. طب ما تتسائلش عليا، ما تتسائلش عليا. خد بالك ان انا الوحيد اللي بحتضنك وبتيجي عليا. بقول لك على حاجه. ايه؟ تعالى نتاكد من على الناصيه ونشوف لو في يافطه تانيه تعرف ان انت داخل شارعنا عاد. ساعتها هتعرف بس ان انا كنت صح وماشي مظبوط. خلاص تعالى نتوكل. يلا يا حبيبي. يلا يلا بينا يا سلام. يلا خد تمول بقى، خد تمول بقى. والله ما هاخد. يلا بينا. لا شوف. يا محمود يا محمود، هو راح فين؟ سابني وجري ورا الفورتيكا. فين ايام زمان؟ العموم مستنياك، مستنياك يا حبيبي. انا بشوق كل العشاق. بخ صباح وغاشا يا باشا على كل واحد مستنينا. الولعه والكماشه ونزل شيش على شيخه فينا. أغاني الزبالة دي فين؟ أيام زمان الواحد كان يقعد يسمع أغاني بالأربع أيام الأغنية. بقول لك إيه، أنا عايز حساب التوك توك، خليني أمشي. روح حاسب عمك علي. هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك إيه؟ قال لي حاسب عمك علي. طب ما عمك علي أهو. هات يا عم علي حساب التوك توك. عايز حساب التوك توك؟ حاسب عمك علي. هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك ايه؟ قال لي حاسب عمك علي. طب هو جاي لنا ليه مع عم علي اهو؟ يا جدعان حد يسمي نفسه محمد ويحاسبني. يا ابني المفروض انتوا اصلا ما تاخدوش حساب من الناس في التكاتك دي. والله ليه يعني؟ عشان اللي اخترع التوك توك ده كان بيوصل الناس ويجي يقول له خد فلوس، يقول لهم توك توك مش عايز. ما حصلش. ايه ده يا ابني؟ ما تاخدش فلوس يا ابني، انت توصل الناس بالمقايضه يعني. مقايضه؟ يعني انت تجيب رز نديك بيض كده يعني.
تعال 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 تعال. انت بتشرب سجاير؟ اه بشرب سجاير. طب يا عم وانا ابوك؟ حاضر. تعال عايز سجاير ايه؟ هات مالبور احمر. خد يا سيدي. هات. ايه ده؟ طب بص ممكن تبدلها لي بيرت اصفر؟ عايز بيرت اصفر؟ حاضر يا سيدي خد. بس تمام شكرا. هات بقى فلوس الميرت الاصفر. ما انا بدلتها بالمالبور الاحمر. طب وفين فلوس المالبور الاحمر؟ هدفع حاجه ما خدتهاش. صدق صح؟ انت اديتني دي مكانها يبقى انا اخد. خد حقك يا عم خدها دي اهي كمان علبه مارلبور احمر. انت بتشرب ايه؟ انا بشرب ميرت اصفر. ايوه صح صح خد ميرت اصفر اهو. خد ولا تاخد مارلبور؟ خد مارلبور. لا هات ميرت. عايز ميرت؟ اه خد ميرت اهو. ماشي الحمد لله قربنا نكبر اهو الحمد لله. طب خد دي الغلبانه دي هتقعد حزينه كده عشان كليوباترا. خدها. لا انا عايز بوزو. عايز مين؟ عايز بوزو. بوز عمك علي؟ اديله بوزك يا علي. اديله بوزك يا علي. خد يا ابني اهو بوزو. انا عايز بوزو اللي بيتاكل. امال ده ايه؟ ده ما بيتاكلش. عايز بوزو ايه يا ابني؟ هو كده حلو قوي صح كده علي؟ كده جبرنا الحمد لله. احنا نقفل السوبر ماركت خلاص خلصنا الحمد لله. ايوه يا علي بس انت مش فاهم حاجه. الف به تجاره محدش يجب عليه. استنى اهو. خد المارلبورو الاحمر بتاعتك مش عايزين منك حاجه. يلا بقى اتكل على الله. احنا كنا جايين ليه؟ ايوه فين البنت اللي كانت عامله حادثه هنا اللي هي ام هناء؟ ام شيرين. ام هناء انا قصدي جايب نمره امها لان امها كنت اعرفها سنه 1942 واخد بالك؟ فهي معايا ايه؟ نمرتها. يا نمرتها معايا انا هي. فين هي البنت؟ انت عايزين البنت اللي عملت حادثه هنا؟ اه طلعت عند فكيه فوق. عند فكيه؟ اه. طب تعالى نطلع بقى نوريها امها. تعالى انا مسجلها هي ام البنت اللي عملت حادثه. يا رب ارزقنا بالبهايم يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. لو سمحت تالتة مكيفة هنا ولا هنا؟ ده على أساس إيه؟ مش ده قطر أسيوط؟ آه أنت صعيدي؟ عرفت عشان رايح أسيوط. اركب اركب هو ده القطر. يلا بينا. طيب. بس بسرعة والنبي يا بلدينا. ما تقلقش. بسرعة عشان متأخر بس. حاضر. توش توش. الله المنيا حلوة قوي يا اسطى. ألف شكر يا بلدينا. السلام عليكم. خد يا عم انت الحساب. لا انا كسكرتي طلوع ونزول. لا حضرتك راكب ايه ده؟ حضرتك راكب في مكان سبيشال عربية السواق. يعني حضرتك المفروض يعني تقدمت لك وجبة افطار. لا ما افطرتش والله. حضرتك صحيت الساعة كام؟ انا صاحي الظهر. الفطار من 7 ل 9 انا اسف. لا اقنعتني. ايه ده؟ هي السكة اتطورت خالص. ألف شكر يا امير. ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام. ايه ده؟ انا في شارعنا. ده نصب عليا ولا ايه؟ انا لازم اروح القسم. تاكس. ايوه القسم والنبي. الا وين بيبان التاكس ده اصلا؟ لسه عامل حادثه والله دلوقتي حالا. طب بسرعه بس والنبي يا ابو. حاضر يا باشا. الله المطافي حلوه قوي يا اسطى. الف شكر يا بلدينا. كام يا ابو؟ 5 جنيه بس. بس ده انت زبون. خد 10 جنيه. ربنا يخليك. استنى إيه؟ القسم فين؟ اه بص في بحر هتركب اي معديه هتلاقي اسمه في وشك على طول. الف شكر يا امير. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه ده؟ بحر ايه في الصحراء اللي احنا فيها دي؟ ده هيشتغلني ولا ايه؟ مفيش اي معديه هنا. معديه معديه. ايوه. بسرعه بس عشان الميه والنبي. طلع رجلك ابوك علي النهارده. حاضر. يلا بسرعه. يلا. بلدي. ايه ده سواك انت ولا جني؟ انا عامل لك كل اللي نفسك فيه. الف شكر يا امير. يلا. سلام عليكم. سلام يا باشا. سلام يا امير. يلا انت. سلام سلام. استنى استنى. هو اليوم الاخضر بيبان من اول لفه. يلا يا حبيبي. يلا 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 يلا, يلا. انا العب جم عشان امثل في المسرحيه دي. يلا حاسب الديكور. حاسب مش ناقصه بلاوي. على مهلك على مهلك يا حبيبي. ايه ده ايه ده؟ ده حرامي موصله بنفسه. حرامي. اه
بتضحك على ايه يالا؟ فرحان. فرحان ايه السماجة اللي انت فيها دي؟ ايه في ايه؟ ما انت اللي قلت ادبك. قلت ادبي انا لسه بقول لهم لو سمحت. ما هي دي قلة ادب وبجاحة مني. يوم يسقف في رجله على دماغي كده. والواد الغلبان ده انا عمال احوش عنه البواني، يدوا بواني وانا صد كده كده. يا عم تحوش ايه؟ تحوش ايه؟ انت كل ما تودي اليد يجي فيا انا. ما انت برضه عامل لي بتقرش برشام وواقف طول الخناقه يقرش في برشام يقرش في برشام وعامل لي بلطجه على الفاضي. يا عم انت اللي من ساعه ما قابلتني عمال تقول لي طيب طيب لحد ما اقتنعت ان انا طيب. ده انا نسيت العراك. عراك ايه يا ابني؟ احنا اتضربنا من خلايجه. معلش اهدى اهدى اهدى، ما تحطش اهدى ايه؟ احنا شفنا ضرب اقسم بالله ما يتشاف. معلش اصل انت جديد في المنطقه هنا. ده عمل دماغي طبله يا جدع. والله حرام والله العظيم محدش يهمني. ايه يا عم بقى يا عم؟ ها ده بغزه بمطوه ده ولا اعمل ايه يا ابني؟ انت عبيط يا ابني. امال لما تحب ونصب عليا وعمل سواد قطر وعمل بهدلني اشتغل. انت اخواتك شغالين في هيئه النجم؟ ايه يا عم انت مفيش حاجه. معلش ما تزعلش، شكلك مش غريب. ايه ده؟ الف سلامه يا باشا. ايه رحت بصيت على اليافطه؟ بصيت عليها بدماغي. اتاكدت بقى ان مفيش يافطه وان انت داخل الشارع عكس؟ لا انا ما امشيش عكس يا ابني، انا شغال في المرور ما امشيش عكس ابدا. لا اما يجي البوليس بقى يبقى يشوف مين الصح ومين الغلط. ما بلاش البوليس. ايه احنا ماشيين سليم ما بنخاف. ما بتخافش؟ ماشي يا حبيبي. ثانية واحدة. اتفضل يا اخويا. الو؟ ايوه يا باشا. باشا. تمام حضرتك. يا لهوي. يا نهار اسود طب الحرب انا يا رجالة. خدني معاك خدني معاك. هات 5 جنيه. امسك يلا. دوس دوس. ماشي سعادتك. سعادتك. لا يا فندم ما تبعتش قوة. لا قوة ايه ده انا هفا. لا يا فندم مفيش، عملت حادثه بالعربيه دخلت في عربيه تانية. لا 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 ما تبعتش حد. لا يا فندم انا هاجي دلوقتي. ماشي يا باشا. سلام 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 سلام. هو موبايله ارضي؟ سلام 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 يا باشا. انت كنت بتكلم مين؟ كنت بكلم اللواء حامد كشري مساعد وزير الداخليه لشؤون التكاتك العظمى. متخلف. انت حفظتها ازاي دي؟ حفظتها في 3 سنين عشان كده بقيت مدير مكتبه. يا عم ما تهزرش معايا، ده اللي هو حمد كشري ده معروف دقة زيادة ده. اقعد استظرف استظرف لحد ما يجي لك بالحلو دلوقتي. طب بقول لك ايه يا باشا، انا احل لك الموضوع ثانية واحدة، انت دخلت قلبي على فكرة. بقول لك ايه يا واد يا حسام، تعال. انت شايف العطلة اللي احنا فيها؟ الشارع كده هيفضل واقف ومش هيمشي. فانت روح انده البوليس وبالمرة هات معاك سمكان. انت بتتكلم في الصح، انا اروح اتعالج اصلا. روح يا اخويا روح. بقول لك ايه؟ ايه؟ في حد شايفنا؟ مش عارف نتأكد. بص. ايه؟ ايه ده بس انا عندي حل عبقري. ايه؟ بص يا سيدي انا هعمل ايه بقى؟ يا محمود! أعوذ بالله على محمود وسنينه. عايز ايه؟ مين اللي انت طلعتهم لي دول؟ انا حبستهم في الحمام من ساعة ما طلعوا مبرقين لي كده. ما هم لازم يبرقوا، مش شايفين بوب مارلي واقف قدامهم. يا محمود! عايز ايه؟ مش هصلح شباك الحمام يا محمود. لا لا الجيران بتبص عليا وانا بستحمى يا محمود. سيبيه هما يومين هيصلحوه غصب عن عينيهم. يا محمود. ايه؟ مش هتيجي؟ مش هروح. اعوذ بالله. ايه يا عم ما تشوف الجراده اللي انت مربيها دي عشان تعرفوا بس انا تعبان قد ايه. متاكد ان يعني في حد شايفنا؟ نتاكد. طب بص اهدى بس. في ايه؟ بص يا سيد انا عندي حل عبقري مش هيخطر على بال حد. استغفر الله العظيم يا رب بكل ذنب العظيم. الميه لسه ما جاتش لحد دلوقتي وانا عايز احلق دهني وعايز استحمى وليله سودا بقى. ايه رايك؟ في ايه يا عم شامبو؟ عايز ايه؟ عايز استحمى مش عايز. الميه لسه ما جاتش. بص بقى انا رايح للكوبانيه ابلغ. ماشي ماشي روح. تمام. ايه اظن هتقولي لي حماتك هتقول لك الميه ده مش كده ولا ايه؟ مراتك ايه يا عم شكشك؟ هو انت متجوز اصلا؟ مش متجوز؟ لا. واقول لك على حاجه، انت ما عندكش حمام تستحمى فيه اصلا. ولا عندي حمام استحمى فيه اصلا. طب وانا مزعل نفسي ليه؟ وحاطط الصابون ليه؟ انا كده منسجم. بقول لك ايه؟ ايه تعالى
هو الراجل ده من كوكب الارض؟ بص سيبك منه، ركز معايا بس، تأكد ان في حد شايفنا؟ معرفش، ولو حد شايفنا عادي. طب خلاص انا عندي الحل، ثانية واحدة اهو كده، يبقى انت دخلت الشارع بتاعنا صح وهي اللي غلطت. يا ابن اللذينة، يبقى انت اللي بدلت اليافطة المرة الاولانية. لا ده اخويا التوم مش انا. اخوك التوم؟ افهم بس دلوقتي، انا حليت لك الموضوع اهو، انا هطلع اشوف مراتي عشان هتاكل الناس اللي فوق. سلام. اتفضل اطلع يا بيه. سلام. اتفضل. انا كنت عارف ان انا صح والله العظيم، عمري ما اغلط ابدا. انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني هنا يا بنت؟ انا في شارع الحكومه. يعني اتقابل صدفه بعد سنه ولسه برضه بتتنرفز؟ صدفه؟ احنا متقابلين في النادي، احنا متقابلين في حادثه. برضه عصبي؟ عصبي. بصي احنا مش متقابلين في حادثه وانا عصبي اصلا، يبقى كل واحد ياخد حقه بقى. تمام، كل واحد ياخد حقه. بتعمل مافيا عامل فيها احمد الساعه؟ انا كنت بفهمها غلطها بالراحه بس. يا ده انت قد ما تلم نفسك يا ده، بدل ما انزل ارقص معاك البايسبس. والنبي يا عم ايمن مين تقعد على جنب، عشان انا لو كحيت اخليك شفاف. يلا يا ابني اتكل على الله، مش عارفين ننام ساعه قيلوله واحنا الظهر ساعه قيلوله. ايوه مش عارفين ننام في بيوتنا. مش عارفين تناموا؟ انتوا عاملين زعماء الشارع ليه؟ يلا اتكل على الله. يلا مش هتكل على الله يا جدعان. هو انا كل يوم هجيب حد من اوضه نوم فاكيها؟ انتوا ما بتخافوش منها؟ يا ابني حرام عليك يا ابني، فاكيها الله يكون في عونك. انا مش عارف انت متجوز ولا ملبوس. وبعدين ما انا قلت لك يا علي ده مش بيتنا يا ابني، انت ما تسمعش الكلام يا علي. مش بيتنا ازاي يا علي؟ ده بيتنا اهو. لا يا عم بيتنا شباكه مدور. مدور ايه يا علي؟ احنا سنافر. يعني تخلي اللي يسوى واللي ما يسواش ده اللي هو ده يقعد يقول لنا امشوا. ده غير الواد ده بقى عايزين نربيه كمان. تعالى يا حاج انزل انت. حاضر حاضر هنربيك، عشان انت اهلك كانوا مشغولين. مشغولين بس اتربيت. انزل. ما كانوش فاضيين لربوك. حاضر. ماشي انزل يا حاج. كان جوه التوك توك يا سوسو رقاصة فجرة فجرة. طب شوف ما بين هيجيلك العوامة. لا ابوس ايديك، انت ظبطت العوامة النهارده. ما انت كل مرة بتضحك عليا وتبقى موجود انت واصحابك. ما انا بعرفش اعمل حاجة غير انا واصحابي. طب خلي اصحابك بقى ينفعوك. ابوس ايديك سامحيني. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا كل ما اجيلك العوامة بحس ان انا دايخة. ايه؟ ونفسي غم عليا. ايه؟ وببقى عايزة ارجع. لو حصل يا واد يا لول هسميه حسن اللول. انا لازم اقتل الجنين ده. يا ابني انا ما بحملش من بطني. تكونش بالبيض. طب امشي. امشي ايه؟ امشي انا قلت النيله. حرام عليكي، بوصل التوك توك بتاعي. يا بخمر يا بخمر، هات ميه للتوك توك. ايوه ايوه عايز ايه؟ هات ميه للتوك توك بسرعه. حاضر حاضر، جاي اهو جاي جاي جاي. ايه 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 عايز ميه للتوك توك؟ هو قال لك انا عشطان؟
تاخدش بلحتين عشان يفطر على السني؟ هات يا دراخي ما انت هتمية. امشي. ايه اللي انت جايبه ده؟ صب لي هنا ده توك توك. بس شكرا. بس الف سلام. الف شكر. بسم الله الرحمن الرحيم بقى. يا حمدي. والله قلبي حاسس واقف لك. يلا يا حبيبي انت صغير تسوق بسكليتة تسوق سكوتر. انت مالك بالتكاتك يا ولدي؟ لا حسبي الله. بقول لك ايه؟ اكتب على التوك توك ده من ورا حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده؟ حاس ايه شرق المتخلفين عقليا ده؟ على الواد ده لازم يتربى النهارده، يعني مش هنستنى لبكره الظهر مثلا. ادينا نزلنا له النهارده. ايه ده؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا عم علي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ازيك يا ست سوسو؟ عامل ايه يا عم علي؟ تمام. ازيك يا عم علي؟ الحمد لله. المؤاخذة يا ست سوسو، افتكرناك الاير باك بتاعت العربية. اخباركوا ايه؟ اهو تمام قاعدين. وياه ايه الحلاوة اللي انت فيها؟ واكسجين، عاملة شعرك اكسجين. هنعمل ايه بقى؟ المهنة اللي انا فيها والله العظيم امر 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 امر. ربنا يكرمك. اه والله. انت ما تعرفيش ان القمر سدس حجم الارض؟ لا قمر ايه بقى يا علي؟ دي المجموعه الشمسيه كلها. هنا القاهره. ينفع كده يا عم علي؟ اه ينفع طبعا ينفع. دي احلى حب في حياتنا يعني يا علي. فاكر يا فاكره اللي هي الاغنيه بتاعت الحب كله حبيته؟ ما هو لازم الحب كله، ما ينفعش حب شويه يعني. والله الست ام كلثوم غنت لك الاغنيه دي مخصوص. ايه ده ست ام كلثوم بس؟ انت ما سمعتش الاغنيه اللي شيرين غنتها لي؟ لا. اغنيه ايه؟ انا كتير. انا الف حاجه على بعضها في حاجه واحده. الست سوسو الرقاصة. أحب المربى برطمانات. إيه ده؟ حادثة؟ ما هو اليوم المنيل بقى بيبان من العصر. مالك بس متضايقة ليه يا ست سوسو؟ تصدق يا عم علي؟ ما لميتش النهاردة غير 30,000 جنيه نقطة بس. 30,000 جنيه نقطة؟ آه. لا ما ست سوسو يعني ربنا مبارك لها في شغلها، دي أكبر رقاصة في الجمهورية العربية المتحدة. أمال إيه؟ ده عارف صافي ناز؟ آه طبعًا عارفها. دي الزلزال. جرى إيه يا أستاذ؟ أنت بتقر ولا إيه؟ ده أنا في اليوم مش بقل عن 60-70,000 جنيه، لكن لولاكش بقى طلال بتاع الخليج ما جاش. مين طلال ده؟ ده الزبون، وبسببه النهاردة البيوت بتاعتي مش هتاكل. بص عمالة تبص لبيوت الناس اللي شغالة معاها يا أخي، بتراعي ربنا في شغلها يا أخي. ده الست سوسو دي قمر قمر. ربنا يخليك يا عم علي. آه. عموما بقى أنا مش هشغلكم. ده السنة اللي فاتت بس لوحدها. ها آه؟ السنة اللي فاتت بس حجت 3 مرات. آه. حجت 3 مرات في سنة واحدة؟ آه. دي بتعبد إيه دي؟ مشاكلي بقى خلاص. ماشي انا هطلع. بقول لك ايه يا استاذ؟ عايزه ايه؟ ممكن تشيل الشنطه دي؟ يعني انت شايله كل الشنط دي والحزينه دي مش قادره تشيليها؟ اصلها اتقل شنطه. خلاص ماشي اشيلها، بس ماليش دعوه بدول. لا خلاص انا هشيلها، انا ما فياش كتاف انا. ماشي. انت ساكنه في الدور الكام؟ في الدور الثاني. هنطلع مع بعض؟ اه طبعا. قشطه يلا. ماشي. هتاخده فوق وتشيله بقيه الشنط. بقول لك يا علي. ايه؟ احنا كده منظرنا بقى وحش قوي يا علي. ايوه ده خد الوليه وطلع واحنا واقفين كده. واحنا واقفين شكلنا مش حلو، احنا نروح نراقبهم عيب. ايوه لازم نراقبهم صحيح. بس نراقبهم بقى من اخر الشارع عشان هم ما يشوفوناش واحنا بنراقبهم. ايوه صح. ولا احنا نشوفهم واحنا بنراقبهم. اه والله انا بحب فيك دماغك البوليسيه دي. كنت في البوليس الحربي؟ اه والله معانا واسماعيل.
برجية شوارعية كمرجية شوارعية نصابين كمرجية اي خدمه سمره قمشه هيصك في الشارع كله. استباحتك عسل يا بص بقى عايزك تركز معايا عشان نعمل المصلحه دي ونفلق. يلا خلاص. بص يا عم، في واحده ست هنا عامله حادثه بعربيتها، هقول لها ان انت اجمد سمكري موجود هنا، تقول اي كلام عن العربيات نضرب فلوس ونفلق من مكان. خلاص يا سمره. اولا ما تقوليش يا سمره دي عشان كلمه حريمي حبتين. ما انا اقول لك ايه سمسم. تاني حاجة أنا ماليش في السمكرة نهائي. لا قلت أي بقين سمكرة هنتقفش. ما ينفعش، لازم تقول أي حاجة عشان نقفش المصلحة. يا ابني أنا كوافير ماليش في الجو ده والله صدقني، لو قلت كلمتين هنتفضل. خلاص أنا جات لي فكرة، إحنا نكلم خدمة العملاء بتاعة السيارات ونقول أكن عربيتنا هي اللي عملت حادثة، هنقول لهم أسئلة، الأجوبة اللي هيقولوها نقولها للست تفتكرنا سمركرية، نقفش الفلوس ونفلق. يا ابن اللعيبة. إيه رأيك؟ خد يا هات اكلمه وتقولي له يا رب سامحني اغسلني طهرني نظفني من كل ذنوبي. خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. خد رد. الو اتعرف بيكي سمسمة. سمسمة. لا سمسمة على طول مش سمسمة. كم سنة يا سمسمة؟ 45. ارتباط عاطفي ولا خطوبة ولا جواز ولا؟ لا ايه ده ايه ده؟ ده الموضوع بيني وبين العربية يعني لا مؤاخذة عاملة حادثة وأنا عايز أفهم بس منك أصلحها إزاي، بس أنا عايزك تركز معايا عشان أنا بحب العربية دي وبحبها حب جامد شوية يعني. جامد شوية إزاي؟ يعني مثلا بتقعدوا تعيطوا طول الليل أنتوا الاتنين مثلا ولا إيه؟ جامد إزاي يعني؟ ايه العسل ده؟ تستظرف؟ طيب العلاقة دي مستمرة لحد دلوقتي؟ اخواتك عايشين معاك في نفس البيت ولا؟ اخواتي ايه وبتاع؟ يا عم انا ايه العلاقة مستمرة؟ ابص انا بس عايز افهم منك الدخلة اخش لها ازاي؟ يعني احسس واكشف؟ دخلة جديدة دي برضو، بس في حد قبل كده دخل عليك دخلات تانية؟ يا راجل اختشي عيب. يعني حصل شوية مناوشات لحد ما بقيتوا صحاب. على خفيف يعني، كان بتلاعب لي نور وكده. او بعد كده انت ما خفتيش جدك يصحى مثلا ولا جدتك تصحى؟ مين معايا؟ هات يا عم هات يا عم الراجل ده. خد يا عم كلم صاحبي عشان انا مش عارف اتعامل معاك والله. انا اظبطهولك. الو. يسعدني ويشرفني اتعرف بيكي. مش لازم. طيب مش لازم. كام سنة؟ 96. بعد العلاقة الكاملة دي اللي فقدت فيها عذريتك اعتقد يعني. كان رد فعله ايه؟ قالك هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ ولا قالك احنا قشطة كده زي الفل؟ بصراحة هو ضحك عليا وخلاني حامل. اي واحد في الشارع هيقابلك هيديك الكارت بتاع بخاف عليك ده. السلام عليكم. عليكم السلام. كارت بخاف عليك اهو. ربنا يخليك. خد بالك عايز مننا حاجة؟ والله كلامك كله حكم. كمل. في البني ادم اللي انت متخيلة ان هو ابو الرجالة ده ابو الندالة ده ابو الخيابة ده ابو الندامة ده ابو تريكة. اقفل يا عم ده مجنون. اقفل يا عم سيبك. فهمت انت؟ انا بص اعتبرني ميكانيكي نمرة واحد. خلاص اصلي كده؟ خلاص استنى ادالك الست. يا ست فاطمة. يا ست فاطمة. ايوه. يلا يا وليه تعالي اهو انا جبت لك اللصه سمسمه اكبر سمكري موجود في الشارع ده كله. مساء الفل. مساء النور. هو ده سمكري اللي هيقيم التلفيات؟ ايوه هو. ممكن بعد اذنك تقولي هي هتكلف كام؟ جدك كان فوق لما هو طلع. ايه؟ ايه ده؟ بص يا ست هنا الموضوع هيتكلف حبتين بس عشان الخسائر كتير. يعني كام مثلا كده؟ يعني في حدود 45 ل 50 الف جنيه. طب خلاص ميرسي قوي انا هوديها التوكيل. يا عم توكيل ايه؟ التوكيل هيلف ويجيبها لي تاني وهتحتاجيني صدقيني. يا عم بقول لك شكرا. يا بنت بالراحه انت ما تعرفيش انا مين ولا ايه؟ مين؟ اجيب فيتامين.
تقول ايه انت مجنون هتضيع المصلحه؟ ايه العالم دي؟ ايه ده؟ هو الشارع ده مبرشم يا جدعان ولا ايه؟ يا نهار اسوح، ايه ده؟ ده كميه رقصات يلا، ده مجمع كونتينر رقصات. ايوه ما هي دي اللي عمرو دياب قال لها خلصت فيك كل الكلام. يلا ما كنتش اعرف. ايه ده؟ انت السمكري اللي هيصلح العربيه؟ يا باشا انت صاحب العربيه؟ صاحب العربيه. اهلا بيك. اهلا بيك، بصيت عليها؟ يا باشا. ايه لقيت ايه؟ بص باختصار العربيه بتاعتك دي عامله حادثه. وجدك كان فوق لما هو طلع؟ يا سلام فاجئتني. انت عايز بالاخر يعني؟ هي العربيه بس محتاجه شويه سمكره. بس غالبا انت اللي هتحتاج بقى تدخل فرن. هتاخد دوكو وهنردك على البارد. هو في صنايعي اشتغل وما كملش؟ طيب في صنايعي فعلا اشتغل وما كملش. بص يا بيه انا ما بشتغلش في الحاجات المعفنه دي بصراحه، انت عربيتك دي تعملها كابينيه وتقعد عليه انت واصحابك، ماشي؟ سلام عليكم. يلا يا نيله بمصالحك النيله. ذوق والنبي يا والله ما زهقت. والنبي يا ناس معلش. الله يخرب بيت دور. عايز اطلع بتوك توك، عايز اطلع بتوك توك. ما هو كله بسبب امك. مش هسيبك بقى بمرات. سيبني اطلع. ماشي ماشي. انت عارف التوك توك ده ناقصه ايه؟ ناقصه سواق والله. يلا يلا يا اخويا. عامله من الاردن انت صح؟ ولا كان انت عملت الحادثه ولا كان الراجل قال لي اقلبها كابينيه ولا اي حاجه. انت عايز ايه؟ انت اللي غلطان. انت اللي غلطانه. انت اللي غلطانه ودخلت الشارع عكسي. فاطمه. ما تستهبليش. انا بمشي في كل شوارع مصر صح؟ انا عارف خرايط المرور كلها. ايه انا والشارع ده ما فيهوش كبير ولا ايه؟ تعالى علي. ايوه علي. بص اقنع انت الواد ده وانا هقنع انا البت دي. ايه ده اشمعنى انت تاخد البت وانا اخد الواد؟ ما احنا اخر حادثه انا اخدت البت وانت اخدت البت التانيه اما كان في عيلين بيتخانقوا مع بعض. انت ناسي ولا ايه؟ انا مش فاهم. مش ناسي. طب شوف الواد ده. والنبي والنبي يا عم حسام وابراهيم انت ريحونا. يلا وانت ما تسكتلوش يا بت، وانت فاكر ان انت لوحدك في الحته؟ احنا معاك يا بت. طب اعمل له ايه يعني؟ اشتميه يا حيوان. ما تلم نفسك يا متخلفه. قال لك ايه؟ قال لي يا متخلفه. سكتله اشتميه باسرته. يا قليل ادب. يلا يا مش عارف هاكلها والله العظيم اقسم بالله. يا عم تاكل مين يا عم؟ خلاص بقى يا جماعه، انتوا تعرفوا بعض من قبل كده ولا ايه؟ البت دي انا كنت خاطبها وفسخت خطوبتي بيها. بس ظهرت الحقيقه يا علي، يبقى الحكايه مش حكايه حادثه، حكايه ان انتوا كنتوا خاطبين بعض واختلفتوا على القايمه وابوك راح هو رفض، يبقى انت صالحها وخلصونا يا جماعه، عايزين نفتح الشارع حالنا واقف. ما هي اللي بتمشي مع رجاله. انت مشيتي مع رجاله؟ لا والله العظيم. خلاص ما تزعلش مني ايمن، انا اسف. لا مش زعلان خلاص. بس انت بتغير عليا قوي، حتى من مهند ابن عمتي. يا نهار ابيض، بتغير من مهند؟ حرام عليك والله، ده حتى اسمه جميل، مهند، يعني فاضل له سين ويبقى مهند.